نحيوا الفنان منذر الجريدي وكذلك تحية أيضا للحديث، شكرا لكم. أيضا للحديث اليوم على أيام الفنان صالح الخميسي الفكاهية، معنا ولد خو صالح الخميسي وكذلك هو من بين الأطراف المنظمة لهذه الأيام، سي فريد الخميسي حبيت نحييه كذلك، مرحبا بك سي فريد. بدينا بنغم وتحية لروح الفكاهي الكبير صالح الخميسي بابا هتر، وهي مجموعة من الأنغام الحلوة اللي باقي يعني من حين إلى آخر نتذكرها. لكن قبل هذا سي فريد، لو كان ممكن نعطي فكرة أوضح عن الأيام حتى نحط الأمور أكثر في إطارها، ونتحدث عن الدورة الحالية لأيام صالح الخميسي الفكاهية اللي تنطلق يوم 12 جويلية وتتواصل إلى يوم 14. البرنامج الثري تو كما امامي هوني نشوف تبارك الله، يعني لو كان ممكن تحكينا شويه على الفكره هذه قبل كل شيء. الف شكر على الاستضافه، ونشكر الاخ منظر على خاطر قايم مجهود كبير في ما يخص الاغنيه الفكاهيه ويكتب منظر زاده. ونتعداو المهرجان، هو ايام صالح الخميسي احنا حطيناها عم ناول، صار نشاط زاد مكثف. اثناء حبينا ان نتكلم على علي الدعاجي، باعتبار ان علي الدعاجي كان صديق الحميم لصالح الخميسي ورحله كبيره هو وياه، وكانت نفس الروح تحت السور، جماعه تحت السور. والايامات هذيا الثقافيه اللي باش نعملوها نهار 12 اللي هي نهار الثلاثاء والاربع والخميس، وفيها الافلام الفكاهيه اللي مش نعديوها في دار الثقافه احمد خير الدين، واللجنه الثقافيه المحليه باب السويقه اللي نحيي الاخ محمد ادريس اللي هو رئيس نتاعها، ممكن ما تهم في بالكمش بهذا فهمتني، وعاونها برشا برشا والسلطات الكل هما فهمتني تعاون وشكر جزيل. خلينا نحكي شويه على البرنامج حتى ربما نعطي فكره شنو فيه البرنامج، كيفاش يتم ان صح التعبير الاحتفال بصالح الخميسي. البرنامج فيه يعني روح صالح الخميسي من خلال حتى الاختيارات. احنا حبينا نعديو افلام لوريلي هاردي، الافلام اللي عملوا فريد بغدير، فيلم ذا عليا الاسم فهمتني، ونعديو افلام زاده نتاع شارلو للاولاد الصغار في دار الثقافه احمد خير الدين. يعني فريد بوغدير عرض شريط عصفور استح نهار 13 جويلية، وعندنا كذلك يعني هذا البرنامج امامي، وفما تكريم لثله من الفكاهيين ورجال الصحافه، فما عرض ايضا شريط في بلاد الترارني، يعني مجموعه من الاشرطه اللي فيها، وخاصه عندنا ندوه باش نتكلموا عليها على علي الدعاجي وصالح الخميسي. الندوه هذه يوم الاربعاء السبعة نتاع العشيه، ماذا بينا الناس تجي وتسمع، عندها ما تسمع وعندها ما ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. منظر سمعناك في النغم الاول تحيه لصالح الخميسي، لكن كذلك انت عندك الاعمال الخاصه بيك وبارك الله، يعني تلحن وتكتب وفما مجموعه من المواهب، ممكن نعرف شنو الجديد بالنسبه ليك منظر؟ والله الجديد بالنسبه لي انا مسرحيه فكاهيه قاعدين ندوروا بها في المهرجانات الصيفيه، وكنا في مدينه صفاقس وكانت عروض ناجحه. المسرحيه ذي تمثيل نور الدين بن عياد، الأسعد عثمان، ومحمد جلاسي، ومنذر الجريدي. صالح الخميسي يعني شنو يعني لك هذا العملاق اللي قلت انا في ميدانه يعني؟ صالح الخميسي بالنسبة لي انا الأب الروحي نتاعي. وأنا ملي صغير معناتها دائما نبحث في عمق الفنان صالح الخميسي، ودائما نحاول نعمل حاجات ناخذهم ونعاود نوزعهم، كما الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها توا بابا هتر، هي كلمات وألحان صالح الخميسي وتوزيع الفنان علي الكعبشي. معناتها دائما حابين نقدموها في شكل برازيلي بما يعبر عنه السامبا، طريقة الموسيقى نتاعها اللي عالجناها. وفما عملنا إن شاء الله بعنوان صليحة وصليح، تمثيلي أنا وتمثيل صديقي معز الورديان.
باش يكون في المهرجانات الصيفية القادمة إن شاء الله بعد ما خذيت الدعم والموافقة من عند عائلة سي صالح الخميسي ومنهم سي فريد وسي فالح العلوي بارك الله فيهم مشكورين مدوني بكل المعلومات على عم صالح وانا جهزت روحي ان شاء الله في الموسم القادم. على كل حال هو سي فريد دائما وفي لصالح الخميسي وهذا انا لمسته في العديد من المرات وربما لانه بدرجه اولى لانه الفنان كبير ويستحق كونه اعماله تبقى دائما في البال وعلى الاقل الشباب اللي توا ربما ما يعرفوش بعض التفاصيل لانه طبعاً. فيها عمق كل نغم قدمه كل عمل قدمه فيه عمق وهذا يمكن تعرف اكثر حتى بعد وفاته يعني قاعدين نرجعوا للانغام هذه. طبعا عنده 47 سنه اللي توفى 10 جويليا 58 واحنا اليوم 10 جويليا 2005 يعني بالضبط في نفس اليوم في نفس اليوم احنا يظهر انا باش نطلب من الجمهور تحيه قويه برشا يروح الفنان صالح الخميسي يعني هذه لمسه وفاء اقل شيء. اختي يسر سامحني تفضل وبهالمناسبة هذه ذكرى وفاة عم صالح الخميسي اللي هو نهار 10 جويليا كما اليوم نحب نقول اللي عم صالح الخميسي أول فكاهي تونسي أنجبته الساحة الفنية في تونس تحية ليه. نحب نقول حاجة أخرى تفضل كريم شكرا لكم. نحب نقول حاجه اخرى اول بطاقه احتراف تعطات من الساسام من باريس هي لصالح الخميسي وماذا بيا نوريها فهمتني حلوه برشا هذه ذكرى جميله تحتفظ بها سي فريده ممكن نشاهدها تعب جبار البطاقه هذه يعني فهمني. بطاقه احتراف سونيا فنان تونسي على كل حال احنا خذيناها الصوره هذه ما نسالش يعني حتى نشاهدها ربما يمكن ذكرى مترافقك ديما الذكرى هذه اكيد اكيد بارك الله فيك من بين برشا ذكريات اخرين اكيد يبقاو بالنسبه للفنان صالح الخميسي. على كل حال احنا لو كان باش نحكيو عليه وعلى اعماله حبينا برشا وقت لكن احنا فقط اليوم حبينا لمسه وفاه ليه لروحه وبطبيعه لروح على الدعاجي وللعمالقه يعني جماعه تحت السور ككل والايام تبدا يوم 12 جويليا نهار الاثنين نهار 13 و14 يعني ثلاث ايام ثلاثه والاربعه والخميس اللي ما عندوش امكانيات باش يمشي الكارتاج احنا نجيوه حلفاوين ونجيوه فهمتي لداره وما فيها بس يعني المغرومين بصالح الخميسي حتى يتعرفوا اكثر على اعماله لانه فما ندوه قلت لي وفما مجموعه فما اخرى فما اساتذه جايين اللي باش يجيو ويتكلموا على صالح الخميسي وعلى الدعاجي. شكرا لك سي فريد يعطيك الصحه منظر تحيه لي بارك الله فيك صحه